السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقائي، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما جديد في القناة. التربية تكشف تفاصيل جديدة عن المنصة الإلكترونية. أعدت وزارة التربية خطة لتطوير التعليم الإلكتروني خلال العام الدراسي المقبل بعد نجاح تجربتها بهذا الشأن في العام الدراسي الحالي وتسجيل 8 ملايين طالب وتلميذ في البلاد بمنصات التعليم عن بعد. وقال مدير التلفزيون التربوي بالوزارة أحمد عادل المالكي للصحيفة الرسمية إن عدد الطلبة المسجلين بمنصات التعليم عن بعد الإلكترونية بلغ 8 ملايين طالب وتلميذ من مجموع 13 مليون، يمثلون جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية خلال 14 أسبوع من بدء العملية الدراسية الحالية. عدنا الرقم المتحقق نجاح لتجربة التعليم الإلكتروني في البلاد. وكانت وزارة التربية قد استخدمت منصات التعليم الإلكتروني عقب ظهور جائحة كورونا أوائل عام 2020 لمعالجة انقطاع الطلبة والتلاميذ عن الدوام بمدارسهم بعد تعليقه حضوريا أنذاك بسبب الجائحة. وأشار المالك إلى احتمالية زيادة أعداد مستخدمي المنصات المذكورة مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وأكمال الخطة الدراسية للعام الحالي، كاشفا عن إعداد خطة لتطوير التعليم الإلكتروني العام الدراسي المقبل، وستتم من خلال معالجة بعض المشاكل التي ظهرت منذ تطبيقه وحتى الآن. وأكد أن إسهام التعليم الإلكتروني بمعالجة الكثير من المشاكل التي واجهها الطلبة والتلاميذ من أجل إكمال المنهاج الدراسي، وبالتالي فهو مكمل لسلسلة التعليم الحضوري والدروس التي تلقاها الطالب مباشرة من المدرس أو المعلم، كما أنه حلقة وصل بين الطالب والهيئات التربوية لمراجعة المنهاج وحل التمارين أثناء تواجد الطلبة بالمنازل.